بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. مصر تحدد مصير بطولات العالم. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 561 661 من ملك وكتابة، تأتي في ظرف وفي ظل حدث كبير جدا تستضيفه مصر هذه الأيام يا باشمهندس. بطولة العالم لكرة اليد هي قبلة العالم الآن، مش بس لأهمية هذه البطولة ولكن قول لنا لتفاصيل كثيرة جدا في حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا عظيمة يا مصر. الغربال رائع يا أهلي. بعض متلسانه هو الكابتن لطيف أهلاوي. الشموع الحمراء عبد الخالق ثروت باشا. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز مضمون حلقة النهاردة اللي إن شاء الله نقدر نتابعه مع حضراتكم بالتفصيل، لكن ضربة البداية كما تعودتوا مقالي وما قالوا عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر بجد. ما أنا يعني في مصر يتحدد ويتقرر مصير بطولات العالم. يعني لما يتقال إن اليابان تراقب ما يحدث في مصر علشان تشوف هتعمل ايه في الدورة الأولمبية. أي فخر لما مصر تبقى هي اللي الحل عندما تتأزم الأمور على مستوى العالم، الكل يتهرب من التجمعات والبطولات ومصر تقول نحن لها، مش بتقولها بتهور، لا دي بتقولها بمسؤولية. لما تشوف الاستعداد مش بس البنية الأساسية الغير مسبوقة، يمكن صالات ولا مش موجودة على مستوى العالم، ولكن أيضا الإجراءات الحدث، العالم يترقب، أم الدنيا تتكلم، مصر تتحدث عن نفسها، والرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح بطولة كأس العالم في دورتها 27 لكرة اليد في ظل الجائحة التي تجتاح الكرة الأرضية كلها، لكن مصر تتحدث عن نفسها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعا ضيوفا كراما على أرض مصر الكنانة في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال 27 بجمهورية مصر العربية. تتحدث مصر فينصت العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح بطولة كأس العالم في صالة الدكتور حسن مصطفى في مصر. لا دي صالة استاد القاهرة. دي استاد القاهرة. صالة الدكتور حسن اللي في أكتوبر. اللي في أكتوبر. أيوة. إذن في صالة استاد القاهرة نأسف. قلت لكم مدرس العربي بتاع مدرس الصلاة بقى ويتحدث فينصت العالم. لأنه بينصت ليه؟ عايز يشوف التجربة دي هتسفر عن إيه.
والرئيس يعني ذكر ان البطولة تأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ولكنها المسؤولية، ولكنها مصر على قدر المسؤولية. هي دي مسؤولية مصر في ظرف تاريخي يمر به العالم أجمع. والكلام مش كلام دعائي، لأنه لما هتسمعوا كلام الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، صحيح أنه شخصية مصرية مرموقة وبالطبيعي يكون عنده هذه المشاعر الطيبة تجاه وطنه، لكن هو بيتكلم للعالم كله، لسانه للعالم كله، وهو بيكلمهم عن مصر وقدرتها واستعدادها لهذا الظرف. نسمع جزء من كلمة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. اخترنا في النهاية السيناريو الأصعب، وهو تنظيم هذه البطولة لنا جميعا. أتمنى أن يكون هذا الحدث هو ضوء ولإنهاء ضوء في النفق المظلم، وبصيص من النور هنا في مصر نهتدي به. يواجه العالم منذ بداية عام 2020 موقف شديد الحرج، دائما أثر على كل الأنشطة الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية، والتي أدت إلى إلغاء 3 بطولات في روسيا وفي رومانيا وأيضا في إيطاليا جراء هذه الجائحة. هنا أود أن أؤكد، أتحدث هنا باللغة العربية لأن الجميع هنا في مصر يتحدثون العربية. سيادة الرئيس شكرا جزيلا. سيادة الرئيس أنا بشكر سيادتك شكر جزيل جدا على كل اللي حضرتك عملته لهذه البطولة، من متابعة سيادتك للمنشآت للتنظيم لوصول الفرق أي مشاكل. يعني أنا رئيس اتحاد دولي بقالي 20 سنة وشهرين، ونظمت مئات من البطولات العالم، لكن أنا لو رحنا في أي حتة سواء في أوروبا أو في أمريكا ما كانوش يعملوا الحاجات اللي اتعملت في مصر. أنا عايز برضو أوجه شكر للسادة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء الدكتور أشرف، والسادة الوزراء المعنيين بالنسبة لهذه البطولة. أنا متأكد إنها تبقى دي بطولة تاريخية بالنسبة للعالم كله، زي ما حضرتك عارف إن إحنا كل العالم مستنين، لأن كل الاتحادات الدولية واقفة نشاطها، وكله بيبقى عامل سبوت على بطولة العالم اللي هنا في مصر. هي بطولة تاريخية نتيجة الظرف الغريب الطارئ الحرج. النهاردة دول عظمى بتتهرب من الصدفات على هذا المستوى لأن عندها مشاكل مش قادرة تواجهها، وإحنا بمنتهى المسؤولية نتصدى، وحنتصدى بإذن الله بلا مشاكل، ولكن أيضا لأنها نقلة نوعية في نوع الفرق المشاركة وعددها. هي بطولة الأكبر في تاريخ كرة اليد. الدكتور حسن مصطفى وهو بيقول للرئيس أنا رئيس الاتحاد الدولي بقالي 20 سنة وشهرين، يتحدث بذا مئات البطولات، عمري ما شفت القدرات اللي موجودة في التنظيم زي اللي شفته في مصر، وبيشكر الحكومة المصرية وبيشكر دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اللي عمل الحقيقة مجهود كبير جدا في إنجاز هذا الحدث الكبير، والدكتور أشرف صبحي. لكن المهم وهو بيوجه رسالته أنه العالم كله مستني التجربة المصرية، ده كلام مهم جدا، لانه الظرف ده محدش قدر يعمل اللي حاصل ده الا المصريين، انه يستضيفوا حدث فيه 32 دولة ويعمل لهم اجراءات طبية دقيقة جدا في الكبسولة الطبية، انك انت من اول ما بتنزل من الطيارة دخلت الكبسولة الطبية خلاص محدش هيشوفك، لدرجة انه اليابانيين ناس على درجة عالية جدا من الدقة. لما احنا بنقول يا استاذ ابراهيم العالم يترقب التجربة المصرية، مش بنقولها من باب الزهو والتفاخر ان عملنا صالة حلوة او عملنا سيستم بيسهل الاستقبال وترحيب الضيوف وتسكينهم فقط، ولكنها كيف يعني مصر زي ما قلت عملت سوفت وير او عملت حاجة برنامج يمكن ان ينقل
عشان ينفذ التجربة. كيف ستواجه مصر جائحة كورونا؟ نتمنى أن التجربة دي تنجح، لأن فكرة الكبسولة دي هو نظام مش كلمة. أيوة. هو نظام بالضبط. دائما وأبدا لما بنتكلم عن نفسينا الناس بتفهم الكلام فيه نوع من الدعاية، والكلام اللي هو يعني ربما من كتر ترديده بقى كلام أغاني، فبيفقد قيمته وبيفقد تأثيره، بيبقى زي الإخوة السودانيين ما بيقولوا الكلام الصامت اللي لا بيودي ولا بيجيب. لكن أعتقد في هذا الحدث من المهم جدا من غير ما نتكلم، واتمناش أشوف أبدا برامج يتحط ميكروفون قدام لاعب أو قدام أي سائح تحب تقوليه عن مصر، شايف إيه في مصر؟ سيبوه يقول اللي هو شايفه، وسيبوه يعيش لحظة الانبهار بهذه القدرات وهذه الحضارة من غير ما نحاول نطلع منه كلام أو نحط كلام على لسانهم. فقط ممكن ننقل انطباع الآخرين عننا بره، شايفين اللي حاصل في مصر ده إزاي. لأنه لما يكون في صحيفة بريطانية كبيرة في حجم لوفيجارو وتكتب لوفيجارو فرنسية ولا الفرنسية سوري لوفيجارو تكتب وصلحت لها زي ما صلحت لها نقلا عنها أو تنقل عنها الأهرام النهاردة عن لوفيجارو إنه طوكيو تنتظر نجاح التجربة المصرية، ألقت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الضوء على مونديال مصر لليد عن قرب مع انطلاق منافساتها، وقالت الاختراع المصري المسمى الفقاعة الصحية يعتبر اختبارا تحت التجربة، ينتظر الجميع فعاليته، وليس مصر فقط لأن مسؤول الدورة الأولمبية في طوكيو يتطلعون للوقوف على نتائجه حتى يمكن تجربته الصيف المقبل في الأولمبياد. وبتشير لوفيجارو الفرنسية إلى تفاصيل التجربة المصرية اللي حصل دلوقتي. اليابانيين زي ما احنا عارفين على درجة عالية جدا من الدقة، هم شعب متبرمج، شعب أساسا داخل جوه سيستم الكمبيوتر لوحده. تخيل لما السفارة اليابانية هنا في القاهرة على موقع الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك تكتب تقرير عما يحدث في مصر من أول ما بعثتهم جت، لأن بعثة اليابان كانت أول بعثة تيجي القاهرة ولعبت مباراتين وديتين مع منتخب مصر، الحمد لله منتخب مصر كسب. لكن لما تتخيل أن اليابانيين يقولوا عنك إيه، وأنا بقول لكم يكفي نشوف الآخرين من كبار ضيوف العالم شايفين اللي احنا بنعمله ده إيه. بتقول التقرير الياباني في يوم 3 يناير وصلت بعثة كذا، شهد وزير الشباب والرياضة المصري، ثم تفاصيل ترتيبات وصولهم. لكن الجملة المهمة جدا اللي بتعنينا بيقول هذا التقرير الياباني: ونحن في غاية الامتنان للحكومة المصرية والمسؤولين عن إقامة المسابقة لجهودهم الكبيرة في سبيل إقامة هذه البطولة الرياضية الدولية الكبيرة مع اتخاذ الإجراءات الشاملة للسيطرة على العدوى في ظل الوضع الصعب لكورونا، كما نتمنى مخلصين أن يكون نجاح هذه البطولة مرجعا كبيرا يمكن الاسترشاد به في مكافحة العدوى خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 2020 والتي ستقام في يوليو من هذا العام. نجاح أي تنظيم يا أستاذ إبراهيم أنك تسيب وراء الحدث سيستم يخزن ويستدعى في تنظيم الأحداث المشابهة، تبقى أنت المرجعية. لو حدث هذا وتم نجاح الكبسولة بالشكل وبالقدر اللي بإذن الله نأمله، هتبقى أول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو. أول ميدالية ذهبية لمصر قبل ما تشارك قبل البطولة ما تلعب، تبقى مصر بتهدي إلى الرياضة العالمية كلها هذه التجربة. اللي الحقيقة شايفين بعض اللقطات من ضيوف المونديال، منتخب اليابان على شواطئ اسكندرية، وأنا زي ما بقول لكم يكفي نشوف الصورة، يكفي بيلاروسيا على الشواطئ، شفنا المنتخب الألماني وهو في ضيافة الأهرامات قاعدين في الشمس في ضيافة الأهرامات بيشربوا شاي، شفنا المدرب الياباني المدرب المنتخب ألمانيا وهو قاعد بياخد فنجان قهوة تحت سفح الهرم. هو ده المكسب الحقيقي، هو ده بجد اللي احنا نقدر نقول للعالم هي دي مصر، هي دي مصر، شوفوا بكل حضارتها بكل قيامها بكل قدراتها. ايه الجمال ده؟ فين ده؟ تستضيف هذا الحدث الكبير جدا اللي نتمنى احنا كلنا ندرك حجم اللي بلدنا بتعمله او قيمة النقلة النوعية الكبيرة جدا اللي مصر بتشهدها. بس ياريت ياريت شباب مصر زي زمان يتعرف على بلده بقى في اماكن عالمية في مصر. شوف ده مدرب منتخب المانيا على انستجرام كتب على صورته دي انه لمنظر رائع
أمام الهرم. مؤكد مؤكد. كم شاب مصري بقى شاف هذا المصر المنظر؟ مفيش. احنا واحنا في المدارس زمان رحلة الأقصر وأسوان دي كانت إجبارية، ياخدك أربع أيام على مجانا. أيوه. على حساب وزارة التربية والتعليم، ترتبط بثقافتك بثقافة وتاريخ بلدك. لابد أن نحيي مثل هذه الأمور. شوف انبهار الألمان شبابنا. طبعا. لا وكمان خلي بالك التطوير اللي حصل في المناطق دي، هي دي حاجه تانية. ايه النظافه والجمال ده؟ طب والنبي كل يوم عدى الاقي المنظر اتغير. طب ممكن كده كل شاب مصري ياخد اصحابه ويشوفوا احد اللي عنده عربيه منهم يلمهم ويروح كده ياخد من عند ميدان الرمايه ناحيه اليمين، يطلع الطريق الصحراوي يرجع ويخش يمين تاني على الفيوم ويشوفوا المنطقه دي بقت عامله ازاي، منطقه المتحف الكبير. مصر بلدنا محتاجة سياحة داخلية. والسياحة الخارجية، بصوا العالم لما بيشوفنا احنا كان عندنا او عندنا تلت اثار العالم. انتوا متخيلين ان انت ضيوف كاس العالم في حضن عجيبة من عجائب الدنيا السبع، الاهرامات شافوها وقروا عليها وسمعوا، لما دلوقتي يزوروها والناس فعلا يكون عندها هذا الانبهار بهذا المكان التاريخي الكبير، يبقى لا، مصر اللي بتتغير ومصر وهي تشهد هذه النهضة التاريخية غير المسبوقة من خلال هذا الحدث تحتاج إلى ترويج أفضل، تحتاج إلى تسويق فعلا تستحق هذه النقلة الكبيرة يا باشمهندس. تنظيم مثل هذه الأحداث هو تسويق رياضي سياحي مؤكد أنه بينقل، خصوصا لما تحكم البرنامج، ها برنامج بتاع الضيوف وتوريهم بقى ايه وتنوع لهم مصادر التعرف على تاريخ مصر وحضارها ايضا. انت عندنا دلوقتي يا استاذ ابراهيم بنيه تحتيه وشوارع وطرق وكباري يمكن عالميه بتنافس ارقى الدول في العالم. طيب مش بس لوفيجارو الفرنسيه اللي قالت ان طوكيو مفتحه عينيها على مصر وعايزة تشوف المصريين هيعملوا ايه، لا، كل الصحف العالمية ومختلف وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن استضافة المصريين لهذا الحدث في ظل هذا التحدي الشرس اللي بيجتاح العالم. البي بي سي قالت، أشادت بحفل الافتتاح الكبير وقالت انه كان رائع جدا، انه في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة انه كان في حرص على الاطمئنان على صحة الجميع وانه في دقة شديدة جدا في هذه الإجراءات، وقالت ان منتخب مصر كمان زاد من بهجة الافتتاح بفوزه على شيلي 35-29 في مباراة الافتتاح. سكاي نيوز أشارت إلى المواجهة النارية اللي بتنتظر منتخب ألمانيا أمام الأوروغواي في البطولة في ظل رغبة الألمان في تحقيق الفوز بالجولة الأولى. موقع فوكس سبورت اهتم بافتتاح بطولة مونديال اليد أيضا وظهر وقال إن المصريين ظهروا بشكل مبهر جدا في حفل الافتتاح رغم الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم. قال كمان ان منتخب الفراعنة عمل ضربة بداية جيدة في هذه البطولة واهتمامات عالمية كبيرة الحقيقة في مختلف وسائل الاعلام العالمية بهذا الحدث الكبير اللي زي ما بقول لحضراتكم بتزيد قيمته في ظل الظرف الراهن وفي ظل ترقب العالم كله. محدش عارف طوكيو اليابان بقدراتها وعظمتها وامكاناتها هتقدر تنظم دورة الألعاب الأولمبية اللي كان المفروض السنة اللي فاتت أجلتها للصيف اللي جاي، صيف هذا العام 2021. حتى الآن في شكوك، في خوف، في قلق، ومع ذلك شايفين إن المصريين خدوا العملية بكل التحدي وفرضوا نظام طبي واحترازي مشدد جدا وإن شاء الله تعالى هينجحوا. هذا النجاح هيدي فعلا رسالة قوية جدا لكل العالم، نقدر نتعايش، نقدر ننظم، نقدر نرجع نلعب رياضة تاني. يس وي كان، يس وي كان. احسنت. طيب احنا هنقدر دلوقتي كمان نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في الغربان. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في دفتر الاحوال الرياضيه كده سريعا النهارده او بدا مع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب وانتخاب تشكيلات اللجان المختلفه، الاستاذ محمد جمال الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي انتخب
وكيلا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كادر اقتصادي كمان كبير. لازم نبارك له. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. في تجربة نيابية بإذن الله تعالى يقدم فيها ما يفيد بلده بإذن الله. كمان كابتن حسام غالي الكابتانو تم انتخابه أمين سر لجنة الشباب في مجلس النواب. انتخابات لجنة الشباب بالمجلس أسفرت عن انتخاب الأستاذ محمود حسين رئيسا، ثروت سويلم اللي هو ثروت سويلم أيضا، وسامر التلاوي بمنصب الوكيلين، فضلا عن اختيار الكابتن حسام غالي أمينا للسر. شوف شباب، أولا لازم نبارك للناس كلها اللي نجحت، وخصوصا كابتن حسام غالي والأستاذ محمد جمال الجرحي، وطبعا كابتن محمد عمر وكابتن حازم امام، كابتن حازم امام واللي هو ثروت سويلم، واللي هو ثروت سويلم. الناس اللي هم طالعين من عب الرياضه. صحيح. لكن انا ارى هذه تجربه رائعه يجب ان يستفاد منها. طبعا الشباب يعني الجرحي ناجح جدا كرجل اقتصاد، كرجل اعمال. صحيح. التجربه البرلمانيه يجب يعني يضيف لها وتضيف اليه. ايوه. من موقعه، لانه موقع مهم. ايوه. يقدر يخدم تشريعي رقابي مهم جدا، ويقدر يخدم وهو يكتسب خبرات. بالظبط. انت بتعد الكوادر للبلد. ايوه. من خلال التكليفات دي. ايضا لما تنظر الى تجربه الكابتن حسام غالي، هو مش بس مجرد عضو مجلس الشعب، لا ده هو كمان امين سر. يعني ايه؟ يعني هو الراجل الدينامو. ايوه. اللي هو كل حاجه تصب عنده وتخرج من عنده. ايوه. تجربة رائعة جدا سوف تضيف إلى خبراته، وإذا استمر على هذا المنوال قريب هيبقى عندنا كادر جميل جدا، رياضي سياسي. حاجة حلوة يعني. كل التوفيق للكابتن حسام غالي والأستاذ محمد الجرحي واللواء ثروت سويلم ولكل أعضاء البرلمان، كابتن حازم إمام والكابتن محمد عمر. بقى قديم بقى يعني. صحيح. طيب الدوري بقى النهارده، أسوان تعادل مع غزل المحلة 1-1، والجونة وصل انطلاقته مع الكابتن رضا شحاتة اللي عامل تجربة هايلة، كسب زعيم الثغر وسيد البلد 2-0. فالجونة ماشي بخطوات واثقة جدا وقوية، يكسب 2-0 الاتحاد، دي نتيجة جيدة جدا لرضا شحاتة. هو مش بس يكسب الاتحاد، هو دلوقتي ماشي كتف بكتف مع الأهلي والزمالك. يتصدر او يطلع ينزل الثالث يخش الثاني وكتف بكتف، مش جون بجون، ده جون بجونه. لكن انا عايز اشير الى نقطه، وارجو ان كل مسؤولي الانديه بقى يعني خلاص عايزين ايه من الناحيه العمليه يؤكد لكم ان ممكن الوثوق في المدربين الصاعدين اللي ما بقوش صاعدين الحقيقه بحكم السن. حتى كابتن رضا شحاته الموسم الماضي كلما سنحت له الفرصه ان يكون مسؤولا عن جونه كان يحقق نتائج مبهره، ولكن نروح جايبين مدرب اجنبي ونرجع خلاص خلوه بقى وثبتوه حتى لا قدر الله اذا حدثت عثره، هو مش محتاج يثبت شيء بعد كده. تجربه كشري السنه اللي فاتت مع اسوان كانت تجربه رائعه، كنت اتمنى ان تستمر لانها متكرره. يعني ثاني مره يروح ويتالق. اتمنى الناس اللي زي دي. الشيشيني السنه دي مع اسوان، لا الشيشيني للاسف تجربه لم تكتمل. ماتشين وبعدين عطلت المكنه. والنهارده تعادل مع المحل. ما هو الشيشيني ما بقاش موجود دلوقتي. الاسوان نفسه الكابتن علاء عبد العال. ايوه اسوان تعادل بقى اسوان. بس هو اظن في المحله ولا كان في المحله. يعني النتيجه تعتبر مقبوله. المحله معاه خالد عيد واحد من ولادها. انا يعني بتمنى ان الناس دي تستمر وتنجح وتحقق نجاحات. بكره ان شاء الله الجمعه في 3 ماتشات، امبي مع سيراميكا كليوباترا. كمان سيراميكا كليوباترا عامل بدايه هايله. طب انا اقول لك حاجه بقى. سيراميكا كليوباترا اشجع الكل. اشجع ليه؟ المدرب اللي طلعهم هو اللي مكمل بيهم هيثم، ودي حاجه ما شفناهاش قبل كده. كل نادي يطلع يغير لعيبه ويغير الكوتش، فثقة منهم حتى لما جابوا له عدد كبير من اللعيبه بناء على ان هو ادرى ان هو يدعم فرقته ازاي. فمسيرته مش وحشه، مسيرته كويسه.
هيلعب انبي بقياده الكابتن حلمي طولان، كمان طلائع الجيش مع وادي دجله دي مباراه مهمه، وبيراميدز بطموحه بيواجه ذئاب الجبل بمشاكله، لانه كمان المقاولين العرب كابتن عماد النحاس سيء الحظ جدا في حكايه كورونا للمره الثانيه ويغيب عدد كبير من اللعيبه ايضا. اعتقد المستوى الظروف اللي مر بيها يعني أسوأ كوابيس المقاولين ما كانش تتوقع البدايه دي، وحتى لما بيتقدم ما بيحافظش على تقدمه. صحيح. لكن عنده امكاناته، فرقه كويسه. صحيح. يعني نرجو الشفاء للجميع ونشوف بكره ثلاث ماتشات الجمعه الساعه 2:30، ده طبعا الجدول اللي تم تعديله علشان بطوله العالم لكره اليد. كل المباريات بكره 2:30، يوم السبت الانتاج الحربي مع سموحه ده مؤجل من الاسبوع السادس. مباريات بقى الاسبوع الثامن هتبدا على طول يوم الاحد، الاهلي مع البنك الاهلي، ويوم الاثنين غزل المحله مع المقصه والاتحاد وانبي، ده من الاسبوع الرابع. سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش والاسماعيلي مع المقاولين دي من الاسبوع السادس. الزمالك مع الجونه يوم الثلاث، ويوم الاربع الختام بتاع الاسبوع الثامن دجله مع المصري. دي يمكن ابرز مباريات النهارده. لكن وادي دجله يقدم مستويات طيبه، يعني فرقه من اللي الناس بتحب تتفرج عليها. طيب اذا كانت مقالي ومقاله كانت ضربه البدايه عظيمه يا مصر، فماذا في الغربال؟ رائع يا اهلي، عظيمه يا مصر، رائع يا اهلي. والامر لا ينفصل، لانه اذا كانت مصر الرياضيه تشهد هذا التوهج وهذا الحدث العالمي الكبير، فأيضا زعيمها الكبير الرياضي ونادي القرن النادي الأهلي يواصل ضرباته القوية عالميا. كل الاستفتاءات، كل الاختيارات، كل الإحصاءات تضع النادي الأهلي في المكانة العالمية التي يستحقها نادي القرن في أفريقيا. الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية وبيتخطى الأرسنال عالميا، ده في تصنيف الأندية وفقا لموقع فوتبول داتابيز لأندية العالم. فوتبول داتابيز عمل تصنيف لأندية العالم بإنجازاتهم وبطولاتهم، الأهلي جه عالميا في المركز 37، ده تفوق كان حاجة و40. تفوق على أندية عالمية كبيرة زي سانتوس البرازيلي، الأرسنال، وويست هام يونايتد، بجانب إيفرتون من إنجلترا ومارسيليا الفرنسي، فيما حل الزمالك في المركز 131. يعني الأهلي 37 والزمالك 131، ده في هذا الموقع العالمي الكبير. بايرن ميونخ الألماني تصدر قائمة التصنيف قبل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي بنجمه الكبير محمد صلاح، ثم باريس سان جيرمان على الترتيب. الترجي التونسي حل في المركز الثاني أفريقيا خلف الأهلي، تفوق على مازيمبي الكونغولي وعلى الزمالك وصن داونز وعلى المريخ على الترتيب. الهلال السوداني جه في المركز السابع بين فرق القاره، يليه النجم الساحلي والوداد البيضاوي وفيتا كلاب، عشان تكتمل قائمه العشره العظماء في افريقيا واعظمهم واكبرهم ببطولاته النادي الاهلي. انجاز جديد وكبير يا باشمهندس. طبعا لكن الترجي ده الترتيب ده بقى في افريقيا. يعني الاهلي وبعدين الترجي ده الترتيب الافريقي. لكن اللي يهمك ان الاهلي يتصدر في الترتيب العالمي، يتفوق على سانتوس وعلى الارسنال وعلى انديه عالميه كبيره. يعني هذا الترتيب الافريقي عندما ترجم عالميا برضه يتصدر النادي الاهلي كل الانديه الافريقيه والعربيه. بالظبط. دي مكانه الاهلي وده تشريفه لبلده، لانه بيبقى رائع جدا سواء الاهلي وهو بيكرم في جلوب سوكر الاماراتيه وياخد هذه الجائزه ويبقى الاهلي نادي القرن الجديد في افريقيا. الناس لسه بتتخانق على القرن العشرين وعلى يافطه القرن العشرين، والنادي الاهلي يتوج في العشرين سنه الاولى من القرن الجديد هو نادي القرن ال21 حسب جائزه جلوب سوكر، ويكون اكثر انديه الشرق الاوسط حصولا على البطولات. دي مكانة النادي الأهلي اللي الحقيقة ليها تأثير كبير جدا على القيم التسويقية بلا شك يا باشمهندس. مؤكد. أي بص، الأهلي لما ينور عالميا نرجع تاني نفخر بمصر. كل شيء مصري يحط سبوت
يتقال ان ده يمثل مصر او نقطه او 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 الاضواء تتجه اليه، هو فخر لينا كلنا المصريين قبل الاهلاويه. طيب هنشوف بعض النماذج في النشر الصحفي الرياضي. هنا بقى شايف الاهلي ازاي في الفتره ديت. مفاجآت الاهلي: موسيماني يصدم الاداره بتوصيه صفقه اليمين، وبيكهام لم يقنع الجنوب افريقي، ملاحظات على تقارير التخطيط والاداء الفني والجهاز الفني يفتش عن وجوه جديده. انا يعني احنا قلنا لكم نقلا عن الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات، الاهلي اكتفى بما لديه من لاعبين وهم كثر وهم اكفاء ويلبوا احتياجات المدير الفني، لدرجه انه ما في مركز الا فيه لاعب واثنين وثلاثه بدايل جاهزه، وبدات الناس تتكلم على انه اقوى ما في الاهلي دلوقتي دكته. ومع هو هذا هو يتقال مش مقتنع بسين ومقتنع بصاد. لا هو في حته اليمين بتتقال ليه؟ انت دلوقتي عندك كابتن محمد هاني، بعد ما خرج الكابتن احمد فتحي اصبح هو اللاعب الاساسي الدائم، ولكن في تجارب تجارب لحد دلوقتي ما نقدرش نقول بتؤدي بنفس صاحب المركز. انما والا ما انت بيكهام انت جايبه سرد باك، ما هي مش مقلقه بتجربه في الناحيه يعني التانية. انت لما تشوف امبارح او الامس مباراه الاهلي هتشوف اكرم توفيق في اداؤه في هذا المكان واحد من اللي كانوا بينافسوا على افضل لاعب في المباراه. يعني من اول تجربه له كده الراجل بيعبر عن نفسه في الجزء الهجومي، وهو موسيماني قال كده، قال انا بيكهام انا لما غيرته باكرم لان القدرات الهجوميه انا عايز اهاجم من الحته دي بشكل مكثف اكتر عشان يتوازن الجبهتين اليمين والشمال. يعني احنا مش عايزين نقعد كل ماتش الحساب بالدقيقه والسحتوت لا، وكانه الراجل كمدير فني هو انا لما بجرب يعني هو انا عندي كلمه لذيذه قوي في المؤتمر، حد بيقول له اللحن اليمين فقال الرد اللي انا قلته ده، فقال له احنا عايزين حد زي علي معلول، قال له عندك حد زي علي معلول؟ قول لي عليه. بالظبط. يعني هو عنده محمد هاني ده الباك اليمين الاساسي، لما يجرب اكرم توفيق الهاف ديفندر في المكان ده في سبيل التجارب، الراجل بيخلق بدايل داخليه، ولما يجرب احمد رمضان بيكهام اللي هو اصلا سرد باك، انت جايب لاعب هو قلب دفاع جوكر بيقدر يلعب في اي مركز، فهتلاقي باستمرار الراجل بيعمل تنقلات داخليه عشان يحاول يستكشف قدرات كل اللعيبه في مختلف المراكز. اكرم وده طبيعه الفرق الكبيره، انه يبقى عنده فريق فيه عناصر كتيره جدا بتقوم بدور الجوكر، عندها تنوع في قدراتها، عندها فرصه تقدر تلعب في اي مركز، تقدر تواجه اي نقص حد في اي ظرف. فهنقعد نمسك على كل تجربه ان هي فشل؟ لا، ما هياش فشل. مؤكد انه بيكهام او احمد او اكرم توفيق مش هيكونوا بكفاءه الباك رايت الاساسي، على الاقل ده مرحليه دلوقتي، ممكن قدام شويه حد منهم يعبر. بالظبط. لكن باستمرار هنمسك على الواحده؟ ما اعتقدش. طيب الاهلي عنده راس حربه كبير جدا زي محمد شريف، راح المنتخب عبر عن قدراته، بقى هداف، بقى الناس سعيده بعودته بسرعه، الحق اصل ولتر بواليا لعب، فيبقى العنوان اللي هتشوفوه حضراتكم الاهلي يحاول احتواء غضب شريف بسبب بواليا. غضب ليه؟ فين الغضب؟ ما هو انت برضو في النهايه كل اللعيبه اللي موجوده هتاخد فرصه وبتلعب، لو الراجل فضل شغال بنفس العناصر على طول هتقع منه. العنوان هيبقى الاهلي يحاول احتواء غضب بواليا بسبب شريف. بدلها يعني. يعني بص يا استاذ ابراهيم، دي عناوين من اختراع صاحبها. وهو عايز يكتب حاجة. ساعات بيتزنقوا. لكن مش هو ده الإعلام الرياضي. يعني وأنت بتدور على موضوع، في مواضيع كتير جدا ممكن تلاقي مواضيع حقيقية يعني. لكن مسألة إن لاعب أول ماتش نشيد بيه بواليا، تاني ماتش عشان ضيع فرصة رغم إنه عمل تمريرة حريرية ساحرة في الجون الاولاني، هيضيع ومين ما بيضيعش يا سيدي. وفكره انك تحاسب الفيرود على كل فرصه بيضيعها، اهي بص شوف شوف الباصه، شوف شوف التكنيك بتاع الباصه. صحيح. تاني هاتها تاني، شوف التكنيك بتاع الباصه، بياخدها شيب. بص
بيرفعها ازاي من فوق الديفنس؟ حريريه فعلا بقوه تخلي. ودي المفروض لما جاتش جون كانت هتبقى ضربه جزاء، ولكنه اغنانا على انه يحرج الحكم ويحرجنا انما تتحسب. علي معلول خلصها، علي معلول جاب. فحسين الشحات من الناس اللي تألقت طبعا، واخد بالك؟ المباراه كانت فرصه طيبه جدا ان ناس كتير تتألق. لسه في شويه حاجات هو اضطر يقول لهم يا جماعه الناس دي كلها راجعه من كورونا، محدش فيهم جاهز بنسبه 100%. صحيح. فانت انا باخد من كل واحد افضل ما يستطيع وبجهز الثاني عشان انا محتاجهم كلهم عينوا على كاس العالم. ايوه. فبيدي فرص لدرجه ان هو ادى رامي ربيع وعارف ان رامي مش جاهز. ولما يخطئ رامي مثلا ولا بتاع يتحمله، ما جيبش سيره الخطا بتاعه لانه عارف انه طبيعي انه متوقع انه يخطئ. المباراه تستحمل. ف يعني الناس اللي ايده في الميه تملي مش اللي ايده في النار، والمسؤوليه بتحتم قرارات لا يدركها الاخرون الا بعد تحقيق الهدف النهائي. طيب، الاهلي يدرس ترضيه محمد شريف بعد رفض احترافه في اوروبا. يعني هم عايزين يخلقوا حاله مرادفه. ايوه يعني طيب الحمد لله اهو للناس الناس عماله تشتكي وتقول اشمعنى محمد شريف جاي له عرض في اوروبا. بس الراجل لا اشتكى ولا احنا هنسيبه ولا في قصه. هي دي المشكله، لازم تعرفوا ان انتوا يعني ما هو اللي حضر العفريت لازم يصرفه. ما تقعدش تقول لي ده ميسي وده رونالدو وده مش عارف ايه، ولما اللعيب يقول لك طب قدرني بقى تقول له باماره ايه؟ باماره ميسي. انت اللي قلت وانا ادي لميسي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مين هيتمسك من عظمه لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. عظيمه يا مصر، رائع يا أهلي، ويبقى الكلام المهم معكم بعظمة لسانه. هو الكابتن لطيف أهلاوي؟ لا بجد، طلع أهلاوي. طلع أهلاوي. محمد لطيف أشهر مشاهير التعليق الرياضي وأكبر زملكاوي على ظهر البسيطة، طلع أهلاوي. ما تستعجلوش. بيتسو موسيماني في مباراة الأهلي الأخيرة في المؤتمر الصحفي اللي المهندس عادل أشار إليه، الناس عمال تسأله على حاجات كتيرة جدا، اليمين والشمال وافتراضيات. قال لهم طب ما تخليني أنا أسألكوا سؤال، أنتوا ليه ما سألتونيش عن وليد سليمان؟ ده أنا عايز أتكلم على وليد سليمان. الراجل بنفسه طالب يتكلم عن وليد سليمان، نشوفه قال إيه. ومحدش يسألني عن كابتن وليد. بس ما قلتش وليد. اسمي برضه وليد. اسالوني عن وليد، هو عايز يتكلم عن وليد. هيز كلاسيكي. لعيب كلاسيكي. بينزل يسجل. يلعب دقيقتين يسجل جون، خمس دقائق يجيب جون. اميزنج جولز. بيجيب اجوان رائعه. اتس انبيليفبل. لا يعني لعيب رائع. But we are always speaking to him. هو لعيب زي ما بقول لك لا يصدق، بس هو بيقول لك انا بتكلم معاه. He can play the full game. هو يقدر يلعب الماتش. You all know. انتوا كلكم عارفين ان هو صعب دلوقتي حالته بدنيا يلعب الماتش كامل. But he's got super goals. بس هو بينزل بيسجل اهداف And رائعه. He doesn't complain to be sitting on the هو bench. ما بيشتكيش انه قاعد على الدكه، ما بيتضايقش. Last match scored I put him on the bench. The one before he scored I put him on the bench. الماتش اللي فات سجل وحطيته على الدكه. بدات الماتش بعده قبل منه نفس القصه. I respect him and وانا بحترمه جدا على مستوى. I speak to him وبتكلم معاه. And he's showing the younger ones how to score the goals. وبيدي مثلا اللاعبين الصغيرين ازاي يسجلوا اهداف. He's a classic. الحمد لله. Very good player. Unbelievable. Okay, like, I find him late. I should have been here earlier. عيت كنت موجود بدري في مصر قبل كده وهو صغير، اكتشفته متأخر. شوفوا بقى، شوفنا بقى. هو اتكلم على كابتن وليد باعتباره موديل، نموذج. عايز يقول للناس ولعيبته تحديدا اتعلموا كده. يعني ايه تبقى مؤثر؟ مش بالضروره انك تلعب 90 دقيقه دون النظر الى سنك. وهو لما تشوف الجون اللي جابه، الجون الاولاني اللي جابه الكابتن وليد في المباراه اللي فاتت، دي اللي فاتت
مش دي اللي قبليها. تمام. هتجدها بنفس الطريقة. إذا بيعمل حاجة مش عشوائية. هو بيروح للحتة دي والباك رايت مش عشوائي بيوصل الكرة للحتة دي. عارف إن في قناص في الحتة دي. خدها فيرستايم وبعدين التاني خدها بند في الأرض وجوان. وبعدين الجون الحقيقة التاني اللي جابه بقى في الماتش الأخراني إبداع، لأن ترقيصة شبه ترقيصة أو نفس فلسفة ترقيصة حسين الشحات في الجون اللي جابه حسين الشحات. يعني هنشوفها من أولها، هنشوفها من أولها. من فضلك عيدها يا كابتن، عدوها لي. بص الكرة اهي، بص خدها على السابتة وعارف ان اول ما هتجيله الفرصة هيروح شاي. بص بقى رياكشن بتاع موسيماني عالمي. اضرب اضرب. طيب يعني. موسيماني قال جملة، قال كنت اتمنى اجي بدري، اجي بدري شوية عشان اكتشف وهو صغير شوية. اي طبعا وليد وهو صغير، يعني انا اذكر حاجة على وليد. في نهاية التسعينات يمكن 98-99 كابتن محمد رمضان كان مدير قطاع ناشئين، فكان عنده فكرة انه ينزل بالاختبارات للمحافظات، ما يستناش لما الولاد الصغيرين يجي. ودي تجربة على فكرة مهمة جدا، لانه في ناس كتيرة بسيطة في الاقاليم ما عندهاش فرصة ولا تقدر تيجي القاهرة وأسرها ما يعرفوش يجوا. معظم نجوم الدوري ممتاز من الدرجات الاقاليم، من الاقاليم اللي تحت. فخدت الكابتن شطة وكابتن بدر رجب ورحت اسيوط، راحوا القصية عندنا، كانت اختبارات الصعيد في القصية. من الناس اللي جت 100 100 ده الجون بتاع سيراميكا. من الناس اللي جت تحضر الاختبارات وليد سليمان وعمرو جمال. وليد جاي من المنيا، انا بقول لك انت متخيل لما الاهلي بقى في محافظة كل خط الصعيد هيروح له. طبعا تم اختيار وليد وتم اختيار عمرو جمال، وكابتن شطة كان مسؤول على الاختبارات، بعتهم لاختبارات تصفية هنا في مدينة نصر في سن صغيرة، ما كملوش في الاختبارات، راح حرس الحدود، ما كملش في حرس الحدود، خدها من تحت بقى، لف على أندية، أعتقد لعب في الجونة، لعب في الجونة، هو راح بتروجيت من الجونة. أيوة. وكان الأهلي مضيه وهو في بتروجيت. وبعدين هل نعمل مشكلة ولا ما نعملش مشكلة؟ فتقرر حرصا عليه نستنى شوية. وبعدين كنا بنتكلم في أسامة محمد باستمرار. الباك الشمال. طبعا. كان قوي. فمختار قال انتوا بتتكلموا، ده في واحد حاوي عندي بس مش هديهولكم دلوقتي. في احد المدربين مشى وليد سليمان من حرس الحدود مجانا. هي وجهة راح الجونة وراح بتروجيت وبعد كده راح امبي، واحتاج ان قرار وزير يتدخل عشان يمنعه يروح الاهلي. ايوه. وجاله انهيار عصبي. هو راح امبي من بتروجيت. في بيتها. جيبك اليمين وجيبك الشمال. في بيتها. انت زعلان في بتروجيت عايز تمشي مش مرتاح. هوديك امبي. بلاها نادي خدس سنة وخد جبنا من امتى. كافح كتير وتعب على مين. طبعا طبعا. واحنا كافحنا صحيح، فاكر قعدنا نطلبه كتير. ما انت لما بتقتنع بلعيب ما بتستسلمش، تفضل وراه لحد ما ربنا يكرمك. حطيته في دماغك انت؟ لا مش في دماغ الاهلي، حطه في دماغه. وانا بقى طبعا ما سعيد يعني مش عايز اقول سعيد. طيب راي المهندس عدلي في وليد سليمان طبيعي ومنطقي، فماذا عن راي نجم زملكاوي كبير بحجم الكابتن احمد حسام ميدو عن وليد سليمان؟ وليد سليمان النهارده بيشتغل في الناحيه الفنيه ما شاء الله، نزل جاب جونين، لكن ليه دور مهم جدا جوه اوضه اللبس، ان هو يشرب اللعيبه الصغيره الالتزام، ويشربهم الـ 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 الاهلي وروح الاهلي والايدنتيتي والهويه بتاعت الاهلي. دور اللعيبه اللي كانت موجوده طالعه اعارات رجعوا اشتغلوا زي ما كان دور حسام عاشور ودور حسام غالي ودور احمد فتحي ودور شريف اكرامي ودور اللعيبه الكبار اللي موجودين قبل كده. فالكوره مش كوره بس، حاجات تانية كتير حوالين الكوره. لازم احيي وليد سليمان لانه فعلا لعيب كبير فعلا. النهارده بينزل، تحركاته، التزامه، الكوميتمنت بتاعته ما بيقولش بقى انا ما بداتش ليه، انا كان لازم ابدا، انا لعيب كبير. لا، ملتزم بشكل كبير جدا، عارف دوره كويس جدا جوه الفرقه. جاب جولين النهارده حلوين جدا، جول الاولاني جون صعب جدا جدا ان هو يلطشها
في الارض تروح وتروح الناحيه الثانيه. الجون الثاني استلم الكره في حته اللي انا بقول لكم عليها وراح حط سندها وحطها بشماله. قيمه وليد سليمان موجوده في الاهلي وقيمه اللعيبه الكبار اللي دورها مهم في الملعب ودورها مهم جدا اللي انا شرحته لحضراتكم بره الملعب. عايز اقول لكم حاجه اللي قاله كابتن ميدو طبعا ده حقيقي وموجود ومهم يرصد حقيقه مهمه. لكن يا جماعه ما هو اللعيبه اللي بتخش قلوب الناس وبتتحول لاساطير وتتحول الى قدوه ما هياش بتيجي الا بالتضحيه. وانا لما اقول التضحيه مش معنى كده ان هم يعني في النادي الاهلي مش بياخدوا اللي كفيهم زياده، ولكن لما وليد يتعرض عليه مبالغ اكبر عارف قيمه الاهلي فما تزغللوش الفوارق دي، عارف ان وجوده في النادي الاهلي اثمن من هذه الفوارق اللي هتتعوض بكره وبعده باكتر من كده كتير. لما الكابتن الشناوي يقول لك انا هقعد في النادي الاهلي لحد ما بطل، لما الكابتن سعد سمير يكرر نفس الامر، لما الكابتن محمد شريف النهارده في ظل الاغراءات يقول هذا، لما الكابتن عمرو السوليه. عشان كده التضحيات دي هي اللي بتخلق اوضه اللبس، هي اللي بتخلق النموذج، هي اللي بتخلق الفانيلا، هي اللي بتخلق الروح، هي اللي بتخلق التلاحم. بتلاقي اوضه اللبس مش نشاز، مش ناس قاعده بتلبس وحواليها ناس متبرمه او مبوزه، في ناس ما بتتكلمش بس تبوز. وده كان سم واحد زي مانو جيسيه اللي يبوز لي ويقعد لي كده. في لعيبه بيعمل طاقه سلبيه. لا ده في لعيبه رماها من ورا ظهره رغم ان كان بيحبها جدا عشان البوز. الله، هو انا كل ما هو اصل البوز ده رأي، ده اعتراض على صحيح. على تصرف وبتنقل طاقه سلبيه لكل الناس، عنيف حتى وان كان صامت بتنقل طاقه سلبيه للي حواليك. ولذلك ساعات النادي الاهلي لما بيقول للعيب كبير ستوب ما بيقولوش ستوب لانه مش عايزه يكمل، لانه عارف انه مش هيقدر يقعد، مش هيقدر يتحمل التضحيه دي ان يقعد وهو يمارس دور النون بلاينج كابتن زي في التنس، الكابتن الذي لا يوجد داخل المستطيل، نون بلاينج الذي لا يلعب ولكنه دوره كبير ومهم. ولحظات وليد من النماذج اللي بتصدر لك يعني ايه انتماء، يعني ايه تضحيه، وكل اللي قلتهم دول وغيرهم هنلاقي نماذج طالعه على هذه وعلى فكره على هذه الثقافه. والله ربك ده بيلطف بالنادي الاهلي لان النهارده هي بتفرز نفسها، اللعيب اللي ما بيستحملش ايوه بيبعد بالظبط، اللعيب اللي بيحب ومش بيستحمل هو بيستحمل النظام. هو اللعيب اللي بيستحمل النظام ويفهم فلسفه وجوده في النادي الاهلي ويقنع ان ما يعطيه له الاهلي هو اكثر بكثير مما كان يطمح فيه. في اكثر من كده حاجات بس ما هشه ما تعيش معاك. النهارده الحمد لله ربنا يكرمك في قعدتك ويكرمك في بشاشتك وقبولك بانك انت بتاخد 3 بطولات في شهر تضاف الى رصيدك، تقدر باذن الله تكملها خماسيه باذن الله، 2 سوبر هتلعبهم، 1 محلي 1 افريقي. يا رب يا رب تتحقق الخماسيه عشان يبقى بقى ايه يعني اكتمال البدر يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. طيب موسيماني قال كنت اتمنى اجي بدري شويه عشان اكتشف وليد البدر سليمان. يعني بمناسبه البدر اجي بدري شويه علشان اكتشف وليد سليمان ده بدري او استمتع بيه وهو صغير شويه. وقال انه حتى وهو كبير يلعب 10 دقائق ما بيعترضش، يلعب اي وقت قصير هو ما بيعترضش. التضحيه بقى اللي هو بيضحي عليه. هو عارف قيمه الاهلي، عارف قيمه الفريق، عارف دوره داخل الفريق. موسيماني يا جماعه نضج وعرفنا كويس قوي، وده مش رايي، ده راي ميدو. في ناس بتطلع في التلفزيون بتتكلم كتير تقول لك ان موسيماني لسه بصمته ما بانتش. لا بصمته باينه. لو انتوا بقى ناس بتاعت الكره، الناس اللي بتتفرج على تاكتكس وبتتفرج على كره صح، لا بصمته باينه. الراجل بيطلع فرقه الاهلي بتطلع بالكره من تحت كويس جدا، ولما بيتضغط عليها ضغط عالي بيعملوا لونج باس مدروس من الشناوي او واحد من السنتر باكين، لو الكره طلعت معمول على صدر الناس عشان يضرب الناس، وهم معاهم الكره دايما، الباك رايت والباك ليفت معلقين، والناس داخلين الوينجرز او الاجنحه داخلين بيستلموا الكره في القلب زي ما شرحت لحضراتكم،
وراجل ذكي جدا في ان هم الاهلي اتطور بشكل كبير جدا في حاجه اسمها الكاونتر بريسنج. يعني ايه الكاونتر بريسنج؟ اللي هو الضغط المرتد، اللي هو ليفربول الكره لما تقطع مني اجيبها في 5 6 ثواني اجيبها على طول. لو شفتوا الجول اللي كان في الاتحاد السكندري، الكره اتقطعت من الاهلي واللي جابوها في 3 4 ثواني وجابوها جون. ال- 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 النهارده الهدف بتاع حسين الشحات، لو رجعتوا بالكره وشفتوا الهدف، الكره كانت اتقطعت من الاهلي، واول لما اتقطعت من الاهلي 4-5 لعيبه بيضغطوا في كل حته عشان يجيبوها، لغايه اما الكره قطعوها لعبوها لحسين الشحات، هي حسين جاب جون جميل جميل جدا. دي بصمه موسيماني، لان الاهلي ما كانش بيعمل كده مع فايلر. الاهلي مع فايلر لما كانت الكره بتتقطع منه كانوا بيردوا. النهارده الاهلي لما الكره بتتقطع منه بيضغطوا في كل حته في الملعب، بيحاولوا يجيبوها في اسرع وقت في اسرع وقت ممكن. ودي مدرسه لعب ودي مدرسه لعب. ممكن يكون السادة المشاهدين وهو بيتفرج ما ياخدش باله منها، لكن انا دوري ان انا لما ودور الناس المحللين خلينا نقول ان نعرفك التفاصيل دي، ولا وبصمة موسيماني الفنية بالنسبة للناس اللي بتفهم كرة واضحة. بالنسبة للناس اللي بتفهم كرة واضحة، ولكن انا عايز اقول حاجة يا استاذ ابراهيم، اصل كل واحد بيتكلم على اللي ايه، على اللي يعرفه يعني، واللي هو نفسه يشوفه. لما تكون كل رؤيتك انك عايز تشوف ترقيصه حلوه، باصه حلوه، ما تلاقيهاش، وتلاقي لعب جماعي لكن سريع، فيه مباغته وفيه ضغط وفيه اهداف، ما يعجبكش الكلام ده وترجعها الى قدرات لاعبين فقط. ميدو حلل تحليل دقيق جدا، وهي وكأن موسيماني يقول من فضلك هاجمني، من فضلك اضغط عليا عشان اضغط عليك واقطع كرة واعمل هجمة مرتدة في منتهى السرعة. يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة، هكذا كلاي وهكذا النادي الاهلي الان. الحقيقة يعني هي دي فريضة الفضيلة الغائبة اللي هو الاحترام. فاكرين احنا يعني اتكينا كتير على الحكاية دي في حلقات سابقة، لأنه هدفنا فعلا تسود المسابقة وتسود الملاعب نوع من الاحترام بين كل الأطراف. هو ده المطلوب وهو ده الهدف وهي ده الرياضة، ولهذا جعلت الرياضة، ولهذا تلعب الرياضة، إن الناس تحترم بعضيها. الكسبان بيحترم اللي خسر، واللي خسر بيقدر اللي كسب، مش أبدا الشكل اللي كان أو اللي لسه فيه بعض بقاياه موجودة. كلام الكابتن أحمد حسام ميدو باحترام شديد عن مدرب زي بيتسو موسيماني، خلى بيتسو موسيماني هو الاخر يرد في تويتر له عن تقديره لميدو. فقال موسيماني في التويتر: عندما يعطي أسطورة مثل ميدو الذي لعب كرة القدم على أعلى مستوى رأيه عني، لا يمكنني إلا أن أتواضع وأقدر ذلك، حتى لو كانت تعليقاته سلبية فسأعتبرها نقدا إيجابيا لتحسين عملي. بصوا اللغة المحترمة، بصوا التقدير، بصوا تقديره لميدو كنجم احترف وعنده رأي، وقال لك حتى لو رأيه فيا سلبي أنا موافق إنه ده هعتبره جزء من النقد الإيجابي اللي بيدفعني إن أنا أحسن عملي أو أطور نفسي أو أصلح أخطائي. هي دي اللغة المحترمة. إنما مش تسمع واحد يقول لك ده ما عندوش فكرة كده، ده كفتاجي، ده ما عرفش إيه، بمنتهى الإساءة والهكس في الإساءة لمدرب، مع انه ده مدرب وده مدرب وده مدرب. واحنا قلنا كتير يا جماعه انقد الموقف، انقد المدرب في المباراه، اتكلم على ادائه. لكن في المطلق فجاه طلع مدرب خد بطوله دوري ابطال افريقيا وخدها حتى مع سان داونز وعمل كل النجاحات، يطلع انه ما عندوش فكره كده بالسهل؟ لما بيقول واحد زي ميدو رايه عنه بايجابيه، الراجل بيتقبل حتى لو كان الراي سلبي. هي دي اللغه المحترمه. اللي بالمناسبة واحد زي المدرب فييرا يا باشمهندس، لما سئل في مقابلة هنا في مصر لما جه مع النجم الساحلي لمواجهة المقاولين، وبالمناسبة فييرا مشي كمان من النجم الساحلي، لما سئل عن موسيماني واللي عامله في الأهلي وعن لقاء دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك، شوفوا فييرا اتكلم باحترام ازاي وهو راجل. قبل ما نشوف فييرا، موسيماني علق تعليق كنت أتمنى أن أسمعه منه. فقال هو تقديره للكابتن ميدو عشان الكابتن ميدو اشاد بيه، طبيعي يقول لك ما واحد بيشكرك هتقول لي ده عليه اسطوره. قال حتى لو اتكلم عليا بشكل
سلبي سلبي سوف أتعلم منه لأنه سوف يكون موضوعيا. دي أهم نقطة، أنك يبقى عندك هذا الإحساس وهذا الاستعداد. موسيماني راجل عارف كل كلمة يقولها تأثيرها إيه، ودي جزء كبير جدا من نجاحه مع لعبته. طيب رأي فييرا في إيه؟ نشوف مستر فييرا ونعرف الفرق ما بين الأهلي والزمالك من وجهة نظرك. Well, you see, both of teams. هما الأهلي والزمالك لديهم لاعبون مصريون ولاعبون أجانب أيضا. طريقة الأهلي طبقا لاختيارات المدير الفني واستراتيجيته الخاصة. فريق الزمالك لديه مدير فني مختلف، لديه استراتيجية مختلفة وخيارات مختلفة. مدير الفني من جنوب أفريقيا، من نحن نعلم كيف أن كرة القدم في جنوب أفريقيا يتم تقييمها ولطريقة اللعب. وأعتقد أن هذا المدير الفني وبأسلوبه تكيف سريعا مع النادي الأهلي من وجهة نظري. شفت النهائي الأفريقي؟ أنا أتابع كرة القدم. النادي الأهلي في المباراة دي. أعتقد أن المدير الفني للنادي الأهلي الآن هو مدير فني لديه تنظيم فني متميز. أستطيع أن أرى من الاحتياط أنه رجل قاسي ورجل صارم جدا فيه. هو صارم، ربما يكون ناعما أحيانا. أنا رجل جيد، يشكرونني كأب، ولكن أحيانا يجب أن أكون عنيفا وصارما. إن لم أكن صارما أحيانا لا أجد الحلول. ربما هناك وقت قصير لا أجد فيه هذا الحل. المباراة أو المباريات مستمرة. أعتقد أن هذا المدير الفني هو رجل صارم جدا ويسعى لفرض طريقته في العمل على لاعبي النادي الأهلي ببعض التغييرات الفنية والتكتيكية. هذه الأسباب ربما. وما أستطيع أن أضيفه أيضا هو أنه يعمل بطريقة صحيحة، هو يعمل بطريقة سليمة مع عقلية جديدة وفلسفة جديدة. لا تنسى أنه جاء متفوق على باتشيكو. So he is better. And the both sides. في كلا الأمرين تكتيكيا وفنيا هو يعمل بشكل أقوى. تكتيكيا وفنيا ويعمل بشكل أقوى. هكذا يرى موسيماني وقال شوية تفاصيل. لكن يا أهدي كانت آخر مقابلاته مع سيف خلص عليه الراجل مشي. راح تونس للشوق. رجع قالوا له بقى انت بتشيد بموسيماني، طب ما تعمل مع انت كده قلت لسيف. طبعا دي دعابه كابتن سيف، يعني عمل طيب. حوار جميل معاه. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل تصدقوا ان الكابتن لطيف طلع اهلاوي؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. واحنا بنتكلم على الاحترام وعلى النقاش الموضوعي وعلى الحجة والمنطق، أعتقد ديت أدوات ملك وكتابة اللي انتوا عهدتوها في 660 حلقة اللي فاتت، إن احنا دايما وأبدا نقاشنا بيستند ويرتكز في الأساس على الحجة والمنطق وسلامة المعلومة والاحترام. عشان كده حتى لما يبقى في رأي مبني على محاولة تصدير اتهام ما أو إساءة ما للنادي الأهلي أو إن حد يطلع يلعب في عقول الشباب بالذات الشباب الصغير، بنقول له لا ستوب. الجمهور الجديد والجمهور الصغير لازم أن يبقى عارف حقائق الأمور كانت إيه. الزميل العزيز الأستاذ أحمد عفيفي طلع قال حاجة حاول من خلالها تصدير اللي أنا هقوله لكم تقريبا نص الكلام. قال إن منتخب غانا في بداية الثمانينات كان منتخب قوي جدا، عشان كده بدأت الأندية المصرية تتهافت على ضم لعيبة منه. الزمالك جاب إيمانويل كوارشي، المقاولين جاب عبد الرزاق كريم وبيل أنطوان حارس المرمى الكاميروني، والنادي الأهلي جاب جورج الحسن. قال الأستاذ أحمد عفيفي إنه الزمالك مع كوارشي جاب بطولة الدوري وجاب بطولة أفريقيا. المقاولين مع عبد الرزاق كريم ومع بيل أنطوان جاب
بطولة دوري وجاب بطولة أفريقيا وجورج الحسن فشل مع الأهلي، فقال عشان كده في السنة التالية على طول كان قرار إنهاء وجود اللعيبة الأجانب في الأهلي في مصر. ما يعني؟ إنه القرار للأهلي وإنه القرار بيخدم الأهلي وإنه القرار بسبب إنه الأهلي فشل، والقرار إنه الأهلي ما استفادش من جورج الحسن فعلي وعلى أعدائي. ده اللي قاله أحمد عفيفي. لكن إيه حكاية إن الكابتن لطيف أهلاوي؟ هتسمعوها مؤجلا شوية لأنه معنا على الهاتف مدير الكرة في النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد مساء الخير. خلص إبراهيم، إزيك أنت وإزيك كابتن عدلي؟ أهلا، تحياتي وسنة سعيدة عليك بإذن الله. يا رب علينا كلنا بإذن الله تعالى. مستعد للأستاذ إبراهيم؟ كان عازمني على يلا. بص بص بيبص بص بيبصها لي يعني هو بيطلع بره الموضوع. بس هو كابتن عدلي ما كانش خالص. طيب طمنا على الفرقه وطمن الجمهور على وضعيه الفرقه دلوقتي ايه؟ الحمد لله الامور كويسه، الحمد لله رب العالمين. النهارده كان عندنا اجازه، بكره هنستقبل تدريباتنا، ويوم السبت ان شاء الله الرحمن هنستقبل اسكندريه ومباراه البنك الاهلي وبعدين مباراه المقاولين ثم بيراميدز. البنك الاهلي في استاد الماكس؟ في استاد الماكس. اه تمام. طيب الكاس العالم بقى ايه ترتيبات اخر الاستعدادات؟ لانه طبعا في ملف طبي اكيد، في تفاصيل كتيره، وفي ملف بدني، وفي قائمه هتتسجل، وفي لعيبه هتقيد. كل تفاصيل كاس العالم ايه لغايه دلوقتي؟ يعني طبعا في تحضيرات كتيره قوي، والفيفا بيبعت لنا على طول حاجات استفسارات وتحضيرات وتساؤلات، وفي نفس الوقت يعني حاجات من اللي هنمشي عليها. والنهارده كان في ورشه عمل هناك موجوده في النادي عندنا، حضرها كل تقريبا المنوطين بالاحداث، سواء كانت على المستوى الامني او التذاكر او التسويق او المباريات، الاقامه، الملاعب، كل حاجه تخص اللوائح، كل حاجه تخص الجزء الطبي طبعا بالتاكيد، كل حاجه تخص الحدث. كان في ورشه عمل النهارده موجوده، يعني كان موجود فيها عدد كبير جدا من الناس القائمين عليها، الطاهر خالد المرتجي، امير توفيق، حنان الزيني، السيد عبد الحفيظ، كابتن سامر عدلي، دكتور محمد شوقي، دكتور احمد ابو عبله، العميد محمد مرجان. يعني كل الناس. طمنا طمنا على كابتن على المهندس سمير عدلي والنبي، لان الناس كثيره برضو بتسال عنه. لا الحمد لله الامور كويسه، الحمد لله رب العالمين الامور كويسه. طيب عمرو محب، كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، كل موجود منوط، كل واحد بيحدث او الجزء اللي يخصه. انت عارف الجزء ده تحديدا بيبقى مهم جدا جدا، حتى في التنظيميه والترتيب بيبقى مهم قوي، وانت ما بتهزرش يعني مع الفيفا، فيه ما بتهزرش يعني. فامورنا بيبقى كلها بتبقى على احدث حاجه او على احسن حاجه. يعني في تجربه طبعا وفي خبره في الحته دي. بالتاكيد طبعا، وكل حاجه لها جديده. كابتن سيد يعني عشان الناس كل اللي يهمها دلوقتي، في كلام ان انت في قرار ان تطلعوا بكل القائمه بتاعت النادي الاهلي بما فيها المصابين. مش مساله القائمه بما فيها المصابين، انت هتطلع، انت الحدث بتاعك او العدد بتاعك 23. ايوه. فانت متاح ليك لحد يوم 22 تختار من ال 35 اللي انت بعتهم. طبعا في 35 في عدد منهم من اللعيبه الصغيره، فهتختار يوم 22، وعندك اوبشن جديد كمان ان هو ممكن يخليك لحد يوم 30 تختار. لو حصلت حاجه، لو لا قدر الله في حاجه، ممكن تختار من ال 35 اللي انت بعتهم غير ال 22 يعني، في حد او ال 23 اللي انت هتتم اختارهم يوم 22 يعني. فلا قدر الله لو حصلت حاجه هيبقى عندك متاح ان انت ممكن تبدل، يعني يبقى في تبديل، بس السبب بسبب مقبول يعني، لا قدر الله في اصابه او لا قدر الله في حاجه لازم يسبب موضوعي. بالظبط كده يعني. طيب لكن انت هتسافر طبعا، هتسافر ممكن تسافر بال 23، ممكن تسافر بال 25 وال 26 يعني، ده اتجاه فني يعني. هنقعد مع بيتس ونشوف الوضع ايه يعني. طب ترتيبات كورونا بقى مع البطوله، يعني انت كل مباراه هيبقى لها مسحه مش كده؟ احنا خلي بالك برضو يعني، احنا الفتره اللي فاتت يمكن كنا بنعمل بي سي ار كتير قوي، كان موجود بيبقى تحليل رابد تيست الناس بتعمله
لكن احنا في الاهلي كنا بنعمل بي سي ار كتير. يعني احنا برضه كانت وجهه نظرنا او تفكيرنا ان احنا لا قدر الله مش عايزين نفاجئ قبل البطوله تحديدا بعدد لا قدر الله ممكن يكون موجود، عشان كده كنا بنعمل بي سي ار كتير. اوكي؟ يعني طبعا اتحاد الكوره مشكورا في القرار اللي خده امبارح ان كل الناس هتعمل بي سي ار. تمام؟ فانت بقى عندك يعني خلال المباراه او المباريات اللي جايه، ثلاث مباريات اللي جايه انت هتعمل حوالي ثلاث مساحات. قبل السفر كمان لازم تعمل. هو السفر يوم ايه؟ السفر هنحدده خلال 48 ساعة اللي جايين ان شاء الله. وقبل ما تسافر ب 48 ساعة هتعمل مسحة. ولا يعني ليلة السفر 72 ساعة. 72 ساعة. وهناك طبعا هيكون في فندق الإقامة أكيد قبل المباريات على طول في مسحة. في هناك مجرد الوصول كمان في مسحة، ده إجراءات. مجرد الوصول. طيب نطمن على بعض اللعيبة، مروان محسن أخباره إيه؟ الإصابات مروان الحمد لله رب العالمين خلاص أموره بقت كويسة، هيخش بالتدريبات الجماعية إن شاء الله خلال يوم أو يومين، عمرو السولية هيخش معانا من بكرة، أجوايه إن شاء الرحمن هيكون موجود معانا من تقريبا من يوم الأحد اللي جاي ولا حاجة، إن ما لحقش تمرين يوم السبت هيكون موجودة مع المستبعدين من المباراة يوم الأحد إن شاء الله. يعني أجوايه ممكن ياخد أي حاجة من الماتشات اللي قبل البطولة قبل كأس العالم مش كده؟ والله ده جزء فني، لكن على الجزء الطبي ان شاء الله الرحمن يبقى كويس يعني. فهنشوف الوضع ايه باذن الله. طب بالنسبه بقى لندفد ومحمد محمود، قول لي بقى كريم ندفد اخر تطوره ايه؟ والله برضو يعني المردود هايل جدا، يمكن هو اللي عطله سنه في الاسبوع اللي فات ان هو كان عمل عمليه نفس العمليات بتاعت صباع اللي هي عملها حسين الشحات. لكن ان شاء الله باذن الله يعني هيكون اخر الشهر ده موجود في التدريبات الجماعيه اللي موجوده مع الفرقه، ممكن يحضر تمرين او تمرينتين قبل ما يسافر، ده الميعاد المقترح لحد دلوقتي يعني. لو ما كانش كده هيبقى بعد ما نرجع باذن الله. يعني بعد العوده محمد محمود يدخل مع الفرقه؟ لا كريم ندفد. محمد محمود بقى؟ لا محمد محمود هيبقى في مارس باذن الله، هو محمود متولي. هو محمد محمود ومتولي في مارس باذن الله. تمام. طيب شريف لسه عنده عرض ولا الكلام ده اتقفل خلاص؟ محمد شريف؟ اه. انا ما يعني ما فيش حاجه بالنسبه لي اقدر يعني اناقشها لمحمد شريف غير ان هو راجل مكمل معانا ولازم يركز معانا، واحنا مستنيين منه حاجات كتير، واللي جاي هيبقى بالنسبه لنا حاجات مختلفه عن الاول، واللي جاي بالنسبه له هيبقى صعب مش سهل يعني. لكن ما عنديش حاجه اناقشها على المستوى الاحتراف الخارجي يعني، بالعكس انا محتاجه جدا جدا والراجل محتاجه طبعا كعنصر مهم في الفرقه، فده الطريق اللي احنا ماشيين فيه، اهميته في الفرقه واحتياج الفرقه ليه يعني. احتياجات الفرقه خلاص اتقفلت في القيد الشتوي على كده مش كده؟ كابتن سيد معلش قبل ما ننهي على يعني هو مركز ومش مشغول بالكلام ده محمد شريف؟ لا طبعا بالعكس، انت يعني انا عايز اقول حاجه بس يعني اذا كان انت بدات لا ده احنا بنقفل بس ابواب يعني بدات تعرف طريق احراز الاهداف في النادي الاهلي وتحقيق البطولات مع النادي الاهلي، اعتقد ان الامر ده يجوب اي حاجه ثانيه في التفكير يعني ان شاء الله. صحيح. الفرقه خلاص اكتملت على كده، ما فيش لحد لا طالع اعاره ولا صفقات جايه جديده؟ لا يعني دايما انا بقول يعني احتياجنا دايما في للفرقه كل اللعيبه موجوده ومتاحه وهنحتاجها وكل واحد هيجي دوره. وانا الواحد دايما بقول للعيبه حاجه انا مقتنع بيها تماما يعني، انا ما اعرفش مين اللي ممكن يبقى على ايديه او رجليه المكسب، ما اعرفش مين اللي ممكن يكون السبب الرئيسي في ان احنا ناخد لقب او نحصل على لقب او نحقق فوز في مباراه، ما اعرفش. لكن انت بالنسبه لك هتجيلك لما تقعد مع نفسك ما تقيمش مرحلة صغيرة مثلا او عدد ايام او اسابيع بحياتك في النادي الاهلي، لان ده هتمر بمواقف وهتمر بمباريات وهتمر باحداث، فدماغك لازم تناسب الحدث اللي انت بتشتغل فيه اللي هو النادي الاهلي. عشان كده كل واحد هيلعب، كل واحد احنا محتاجينه، كل اللعيبه دي محتاجينه، وبندور دايما على قائمه قويه، دايما بندور على قائمه قويه، لان انا متاكد ان انت بتلعب دوري كل يوم في حدث جديد، وكل يوم لا قدر الله ممكن يبقى فيه اصابات، ولا قدر الله ممكن يبقى فيه يعني مستوى مش هو اللي انت مستنيه ولا منتظره يعني. فبالنسبه لي لازم القائمه كلها تكون قويه، فعشان كده بيقول لي اللعيبه احنا كلنا محتاجين. فيما يخص بقى الاستقدامات او اللعيبه اللي جايه، الكره فيها متغيرات كتير، ممكن النهارده ما يبقاش في حاجه، بكره ولا بعده يبقى في حاجه ثانيه، طالما القيد او الباب مفتوح، الانتقالات لسه مفتوحه يعني. طيب
الجهاز الفني بدا يتفرج على فرق كاس العالم للانديه المحتمل يقابلها ولا لسه؟ والله بص انا اتفرجت يعني اتفرجت طبعا على مباراه اللي هي كانت مع الدحيل في بطوله اسيا تمام. والراجل كان بيتكلم حتى على امريكا الجنوبيه والنهائي اللي هيبقى موجود نهائي برازيلي هو كمان خالص يعني تمام. يعني ممكن نشوف المباراه دي لكن القرعه هتبقى يوم 19 تمام. هي اللي هتفرز لنا او هتقول لنا مين اللقاء الاول بالنسبه لي هيبقى يوم 4 يعني هتلعب الساعه 5 هتلعب الساعه 8:30 الفائز من اوكلاند والدحيل لا هتلعب القرعه يا ده يا بطل اسيا حسب القرعه يا بطل اسيا لا في ثلاث فرق عندك طيب اخيرا بالنسبه لك انت شخصيا العقوبه اللي توقعت عليك في تظلم منها ولا رايك تعليق عليها ايه؟ والله بص انا برضو يعني انا بقول حصل خير لكن في النهايه انا محتاج اعرف هو انت خدت عقوبه ليه؟ يعني اللائحه جايه لك بتقول انتقاد التحكيم يعني انت ممكن تجيب التصريح بتاعي انا ما انتقدتش التحكيم انا قلت هل يعني في حكم فار جالنا ثلاث مرات من اصل ست سبع مرات اللي كان فيهم مباراه كاس ومباراه الدوري انا ما قلتش كده فتسألت يعني عن سبب التعيين نعم تسألت عن سبب التعيين المتكرر فهل ده نقد اطلع قول لي لا اللي انت بتقوله ده مش صح او اللي انت بتقوله صح لا يعني هو سؤال محرج يمكن يعني ما انما عندك تظلم من العقوبه انا ما انا مش عارف هي ايه بالظبط اصل انت جالك اللائحه الاول 50000 جنيه انت ممكن تعترض على العقوبه ليه لان اللائحه بتقول لك انتقاد التحكيم ايوه يعني حضرتك ممكن تقول لي بقى حضرتك تقول لي خلي بالك يا كابتن سيد وخلاص صدق. يعني كل نقدر نقوله لك خلي بالك لان العمليه وكمان بتقول صباح الخير كمان بتقول صباح الخير تاخد لها قلم واحد لا كفايه عليها قلم واحد كل التوفيق ان شاء الله شكرا يا فندم شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي واعتقد جاوب لكم على اسئله كتيره بخصوص اللعيبه ومدى جاهزيتهم للمرحله اللي جايه اللي الاهلي بيستكمل فيه قوته الضربه. فايه علاقه الكابتن لطيف باللي قاله صديقنا العزيز الكابتن او الاستاذ احمد عفيفي؟ هو الكلام عشان نبقى شايفينه انك الكلام اللي اتقال فجاه يخليك تقول لا يا كابتن عفيفي ده الكابتن لطيف ويمكن كمان الكابتن نور الدالي يطلعوا أهلوية بعد الفصل. أهلا بحضراتكم جديد. كنا بنناقش قبل مكالمة الكابتن سيد اللي قاله الزميل أحمد عفيفي إنه بشأن اللعيبة الأجانب وإنه إزاي لما فشلوا أو في تقديره جورج الحسن فشل مع الأهلي طلع القرار في 85 مشي الأجانب من مصر إرضاء للأهلي. ده القرار اللي قاله بهذا الشكل الضمني. لكن هلا يا باشمهندس هم قالهاش بالطريقه دي انما اوحد بالظبط يخليك يستقر في وعيك وذهنك انه الاهلي بيحكم وانه حرم الزمالك من كوارشي وحرم المقاولين من الاثنين الاجانب اللي جامدين جدا عشان تسلك الطريق للاهلي مبدئيا خلينا نحتكم للمنطق والحجه والواقع. هو فعلا جورج الحسن كان علامه على فشل الاهلي في الفتره دي، الزمالك نجحوا معاه والمقاولين نجحوا معاه، بس هل الاهلي كان فاشل عشان يطلع له قرار ينقذه؟ نجحوا معاه يعني في عدد البطولات اللي جابها في المقاولين ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي حصل في الفتره دي فتره وجود اللعيبه الاجانب هنا وهنا وهنا؟ بالزبط. النادي الاهلي اخذ يا باشمهندس في خلال وجود التجربه الوجود الاجانب من 82 ل 87 ل 85 اللي اتكلم عليها الاستاذ احمد عفيفي الاهلي اخذ 7 بطولات. الاهلي اللي فاشل مع جورج الحسن خد 7 بطولات، خد 3 افريقيا و3 كاس مصر وبطوله الدوري. الاهلي الفاشل مع جورج الحسن من 82 ل 85 7 بطولات. طب الزمالك الناجح قوي مع كوارشي اللي خلى اتحاد الكره الاهلاوي قوي يطلع له القرار عشان يمشي كوارشي من الزمالك. الزمالك اخذ في الفتره دي بطولتين، الدوري وبطوله افريقيا.
اذا سبع بطولات بتوع الاهلي بس اثنين حلال احسن من حلال احسن من سبعه سبع حرام سبع لان الاثنين دول بكوارش والسبعه دول من غير كوارش في ظل وجود الفاشل جورج الحسن فبقى بغض النظر جورج الحسن الاهلي استفاد منه الاهلي ما استفادش منه لانه اصيب وهيقول لكم المهندس عدى على قصته لانه اصيب فعلا فاتحرم الاهلي من وجوده ده اصيب واعتزل كره القدم بعد ما مشي من الاهلي فبالتالي لا. اصابه زي ما تيجي لاي لاعب هو كان الكينج طب استنى اسمه كينج جورج اه فاسمه في غانا وانا عرفت انت عارف السر بقى المفاجاه في الفتره اللي بيقول لك الغوه عشان الاهلي الاهلي انا كنت ما كنتش في المجلس كلمني الكابتن صالح تعالى لي وكنا في شهر مارس 22 مارس كويس كده وقال لي عايزك تسافر غانا من غير ما حد يحس وترجع قلت له ازاي يا كابتن قال لي يعني في ثلاث لعيبه هتروح تقابل عماد البط سافرنا ابو محمود بط رحمه الله عليه هو سافرنا في غانا وهو صحيح زملكاوي بس الراجل هيساعدك جدا وقال يوسف وفانا واوتشي مش عارف ايه وينج ليفت ثلاثه قلت له يا كابتن ده انا هتجوز في ابريل اول ابريل فازاي هسافر وارجع 28 ولا 27 ابريل يعني مارس وكده فقال لي ياه ومش عارف ايه المهم يعني بس انا كنت عايز المشوار ده فيه سريه وعايزك انت اللي تطلع اللي بيفكر كده في تفاصيل تانية كتير وانا طلعت المشوار ده ما جبتش اللعيبه لان كان في حرب اهليه على الحدود والطياره قعدت تلف بينا يوم ونزلت في ساحل العاج وطارت تاني ورجعت على مصر ما عرفناش نخش غنى لكن اذا النادي الاهلي ما كانش بيفكر غير في الدعم هو اللي كان عايز افارقه طيب الاهلي في وجود جورج الحسن ما استفادش منه لكن الاهلي في الفترة دي خد سبع بطولات، الزمالك خد بطولتين، بطولة افريقيا وبطولة الدوري، المقاولين مدعم ببيل انطوان الكاميروني وعبد الرازق كريم الغاني خد ثلاث بطولات دوري واثنين افريقيا، والترسانة خد بطولة كأس مصر. يعني الأهلي سبع بطولات الزمالك اثنين، المقاولين ثلاثة. القرار يطلع ليه؟ علشان اتحاد الكرة أهلاوي. طب اتحاد الكرة أهلاوي كان فيه مين؟ وده الحقيقه المعلومات المخجله لانه سهل جدا اطلاق الكلام على عواهني والاتهامات مرسله. اتحاد الكره يا جماعه اللي اخذ هذا القرار كان رئيسه المهندس حسن عبدون. حسن عبدون راجل كان معروف لدى العامه انه راجل زملكاوي بس مش قوي. لكن لما تعرف انه كان معاه في هذا المجلس في هذا التوقيت اللي اخذ القرار اتنين من عتاد الزمالك ومن اكتر الرموز الزملكاويه الكبيره كابتن محمد لطيف والمهندس نور الدالي. وما ادرك من هو الكابتن محمد لطيف اللي كان بيقول لك في القرعه الاهلي اختار واحنا اللي هنسنطر. من 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 عفويه احساسه بالزمالك. ايوه. بس كان دمه خفيف والناس بتتقبلها. والمهندس نور الدالي رئيس نادي الزمالك التاريخي ونجم من نجومه الكبار القدامى. الاثنين كانوا مع المهندس حسن عبدون في المجلس فانتم متخيلين انه مجلس بهذا التكوين هياخد قرار يجامل الاهلي ارضاء للاهلي علشان جورج الحسن ما وافقش على حساب الزمالك هو جورج الحسن ما يكونش الا ان يكون الكابتن لطيف زمالكاوي لكن طب هو حتى الزمالك نفسه استفاد من ترحيل الاجانب ولا انضر ما هو الكلام في وجود الاجانب الاهلي خد سبع بطولات والزمالك خد اثنين طب مشينا الاجانب يا عم كابتن لطيف الاهلاوي مشى الاجانب ارضاء للاهلي عشان جورج الحسن عشان يخلصوا من جورج الحسن طب الزمالك لا ده هو عشان يخلصوا من كوارشي لان جورج الحسن مش موفق فيحرم يعني الزمالك يعني اكنك مش هتقدر تجيب لعيبه تاني بالظبط انا قلت لك اهو كنا رايحين هنجيب ثلاث لعيبه فيحرم الزمالك من كوارشي فالزمالك يقع طب الزمالك بعد كوارشي في الثلاث اربع سنين اللي بعديهم عمل ايه؟ هو استنى بس هو كوارشي مش كان في الملعب سنه 85 ماتش 85 بتاع الناشئين والاهلي كسب 3-2 كوارشي جاب جون بالمناسبه بالزبط. يعني بالظبط كان لعيب كويس بس مش معنى كده انه نقل البطولات ما حصلش لان الاهلي كان هو برضه اللي بيكسب البطولات الزمالك بعد كوارشي في الثلاث اربع سنين اللي بعد كوارشي
خد اربع بطولات، خد دوري 87 88، خد دوري ابطال افريقيا 86، خد كاس مصر 87 88، وخد الافرو اسيوي 88. يعني لم ينهار الزمالك بسبب كوارش اللي مشي، وايضا الاهلي ما كانش منهار في وجود الاجانب، سواء جورج الحسن عنده او كوارش في الزمالك او عبد الرزاق كريم وبيل انطوان في المقاولين. لكن سهل الكلام ان انت تمرر انطباع انه الحق ده عمل كذا عشان الاهلي. خلي بالك الفتره دي اللي كان بينافس الاهلي على الدوري وعلى افريقيا وعلى الحاجات دي كان مقاولين العرب. صحيح. فالقرار ده اللي اتضر منه المقاولين. المقاولين العرب ما استفادش منه لا الاهلي ولا الضر، لانه كان بيكسب برضه البطولات. انما اللي استفاد بعد ما شيان الاجانب هم خلصوا مؤكد الزمالك، خلصوا كل الكلام مع الاهلي. جربوا كل حاجه. مش ممكن يعني حاجه طول النهار بيدور على حاجه بس. والنبي عشان خاطري يعني الحمد لله الاحداث موثقه وموجوده وهنرد عليها، عمال هنسكت ازاي يعني. بالظبط زي ما يجي يقول لك، ما قاعد يقول لك الشحات 150 مليون جنيه 150 مليون جنيه، وبعدين يجي واحد برضو من اللي كانوا متبنين الشحات ب 150 مليون جنيه يقول لك هو زيزو احسن ولا الشحات؟ لما الشحات ب 5 مليون دولار هو اللي قال بقى، يبقى 5 مليون دولار يا 75 يا 80 مليون اكتر، مش 150 يعني. اعترف لما الشحات ب 5 مليون دولار يبقى زيزو بكام؟ ب 50 يعني. ده اهو ادي المنطق، اتفرجوا. زي بالظبط انتوا سمعتوا الكلام من كابتن سيد عبد الحفيظ، وسمعتوا احتياجات الاهلي وادارته. لما يطلع مذيع في الاذاعه، وانا هنا بكلمك على بقى يطلع حد في الاذاعه ويسند خبر لاداره النادي، النادي الاهلي عمل ايه؟ قال لك النادي الاهلي توصل لاتفاق مع سان داونز. على ايه يا عم؟ قال لك الاهلي هيديهم اجاييه وياخد سيرينو ويدفع 4 مليون استرليني او 4 مليون دولار. وقال ايه؟ اداره الاهلي توصلت مع سان داونز لهذا الاتفاق. بالله عليكم ده يبقى ايه؟ في انهي اعلام ده؟ والخبر يسند الى اداره النادي. اداره النادي الاهلي قالت، واداره النادي الاهلي توصلت، والنادي الاهلي عرضت، واداره سان داونز استقبلت اداره الاهلي عند هذا الاتفاق. ده ايه؟ مش عارف ده ايه. يعني ما هو يعني في اي ظروف الاعلام ده بقى؟ يعني ناخدها في صناعه الوهم. لا ده مش صناعه وهم بس، ده انت كمان ده صناعه الكذب، لان انت بتالف قصه وبتسندها لمصدر من غير اي واقع ومن غير اي حجه ومن غير اي اساس من المعلومه. الاهلي هيدي اجاييه وياخد سيرينو ويدفع 4 مليون يورو او دولار. يعني ايه البيع ده؟ ده بيع محروق. هو بي 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 بيستفز اجاييه وبيحرق لك سيرينو، بس مش اكتر من كده. لا حول الله. زي بالظبط برضو في مقوله بيراد بيها، او مقوله حق يراد بيها باطل. ايه يا سيدي؟ يقول لك الاهلي بيكسب باي حد. مره يقول لك عم حارس لو مسك الهلالي يكسب البطوله. سيبك من ان ده تقليل من شان اي انسان، لكن فكره انك هو بس ما يتقال كده يعني انت هم مش بيعظموا من قيمه الاهلي؟ انت بتعظم من قيمه الاهلي. اللي هم عمالين يناقشوها ان الاهلي ما بيكسبش بجداره. لكن المدرب الخلوق المحترم المهذب الكابتن فكري صالح قال راي هنسمعه عشان نناقش فيه جزئيه. هل ترى ان موسيماني نجح في ايصال افكاره للاعيب الاهلي حاليا؟ والله انا هقول حاجه بس ارجو انها يعني تتفهم صح. انا وانا ماسك مع مايكل ايفر نادي الزمالك كنا ماشيين حوالين النادي الاهلي، قال لي انا لو مراتي مسكت النادي الاهلي هتكسب الاهلي والدوري والكاس. قلت له ليه؟ قال لي لان كل شيء جواها منظم. انت فهمت قصدي؟ فانا مش بقلل من موسيماني، ولكن هو جه في مكان، هذا المكان كل واحد عارف ايه اللي عليه وايه اللي له في النادي الاهلي، وبالتالي بتبقى دي تساعد اي حد انه ينجح. عظيم. في اداره، في جهاز فني، في رئيس نادي، في كل واحد منظومه
منظومه عمل. حضرتك قلت في البدايه انه عايز الناس تفهمني صح، وانا اعتقد فهمت حضرتك صح، انت بتشيد بمنظومه النادي اللي هتنجح اي مدرب ولا هتنجح اي مدرب. بس برضو لازم اناقش حضرتك في جزئيه مهمه، انه في بعض المدربين بيجوا النادي الاهلي ولا ينجحوا، يعني لو بنفس القاعده دي ما اي مدرب بيجي يدرب. هقول لحضرتك ليه اللي بيجي بقى ما بينجحش ليه؟ ليه؟ لان موسيماني اول ما جه اول يوم تشعر بيقول لك انا كان نفسي في حياتي ادرب النادي الاهلي. صح، اول يوم اول حديث. اتنين، بعد يومين ثلاثه تقول ايه ده، الراجل ده كان عايش معانا في النادي الاهلي ولا لا؟ خلى الجمهور حتى يحبه. صحيح. هو لو تحس ينكن مثلا ينكن تحس انه واحد من النادي الاهلي اللي هو مدرب الحراس وده سبب نجاحه. صح، لان خلي بالك عايز تنجح لازم يبقى تقدر العلاقه بينك وبين اللي بتشتغل معاه علاقه فيها نوع من الحب. صح. ومن هنا موسيماني كان ذكي جدا، انه مجرد ما جه تصريحاته كلها ان انا تقول ده واحد من النادي الاهلي، يقول لك انا طول عمري بحلم ان ادرب النادي الاهلي. من هنا مع الحته اللي انا قلتها لك، النظام اللي موجود في مؤسسه النادي الاهلي تنجح اي حد، الاثنين دخلوا فبقى المنظر اللي انت شايفه. تعالوا ناخد ونحلل الكلام اللي قاله الكابتن المحترم فكري صالح، وهو احد ناشئي الزمالك كحارس مرمى ومدرب حراس، لكنه رجل يتحدث باحترام وبموضوعيه وكلام فيه منطق. صحيح. عندما يتحدث هو بيتكلم على كلمه الاهلي ينجح باي حد ولو مسكوا فلان وبعدين قال لك في مايكل ريفرت قال له انا لو زوجتي مسكت النادي الاهلي هتجيب البطولة. هتجيب البطولات. بس هو اصلا مايكل ايفرت جه مره النادي الاهلي وما جابش البطولات، هو نسي بقى يمسك زوجته، يعني يا ريتنا تعاقدنا مع زوجته ما تعاقدناش معاه، لان هو لما مسك النادي الاهلي ما جابش بطولات. هذا الكلام معناها تعظيم لنظام النادي الاهلي، هذا الكلام معناه ان النادي الاهلي بينجح عنصر داعم للمدرب بنظامه وبلعبته وبعناصره وبمساندة الإدارة وباستقرار مادي وإداري بينجح. كل دي العوامل اللي لو مدرب كفء ينجح بيها، كفء مش بس كفء وعنده إرادة العمل، لأن مايكل إيفرت نجح برة، لكن لما جه النادي الأهلي كان شيء بيع وزي ما تعرفش، فشل ذريع، وكان أحد أسباب يمكن مشاكل مجلس إدارة الكابتن عبد الصالح الوحش وأدت لسحب الثقة. وبعدين اول ما مشي جه كابتن صالح وبدات مسيره اصلاح جيل التسعينات، ولا يكتسح النادي الاهلي البطولات في التسعينات فورا، ما استناش النادي الاهلي موسم، لكنه يتحدث عن موسيماني. ايه السبب بقى؟ موسيماني جاء بالحب، جاء بالرغبه والفرحه في انه بيعمل في النادي الاهلي والاراده ان يحقق معه الانتصارات، فوجد المناخ الذي ينجح. وميدو اتكلم على موسيماني ازاي، سيبك بقى من الناس اللي مستقطره ان موسيماني يجي النادي الاهلي ومتضايقه من النجاحات التي قد تضاف الى سجله فيبتدي يتحط في مكانه عنده جمهور النادي الاهلي. الاخلاص يا جماعه والرغبه والصدق هي اللي بتنجح، مع ان النادي الاهلي فعلا هو عنده كل عناصر المسانده التي بتنجح. يا استاذ ابراهيم، الحقيقه كمان كلام الكابتن المحترم فكري صالح عن نجاحات ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، وقال لك كان ليها دور كبير جدا مع موسيماني. مفيش نفسانه هنا، هنا مفيش نفسانه، هنا في احترام لزميل بل مدرب كبير كمان في حراس المرمى زي الكابتن فكري صالح. بمناسبه يانكون تاثيره حتى على حارس صاعد موهوب زي مصطفى شوبير، شفنا مصطفى شوبير امبارح بيحرس مرمى شباب الاهلي، هتشوف اللقطه، اولا صد ضربه جزاء من الجونه وصد مميزه جدا ليه، تنم على انه فعلا اكتسب خبرات كبيره من تصعيده مع الفريق الاول. يعني اللي انت قصدك بيتصدى اهو، ده مصطفى شوبير. بمناسبه كلام الكابتن فكري صالح عن تاثير يانكون على حراس النادي الاهلي، شايفين الشناوي ما شاء الله واصل لفين، لو شفتوا لقطه ضربه الجزاء في الشوط الاول تصدى لها ايضا ببراعة جديدة مصطفى شوبير اهو، ف
فبيصدوا ضربة جزاء ويعمل تصدي هاي جدا. حلو، انت جبته ده في جاهزية شوبير، جاهزية حارس صاعد بفضل مدرب مهم جدا زي يانكون، يشيد بيه مدرب منافس. هي دي لغة الاحترام اللي بنطالب بيها. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.